قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا في خير وفي أحسن حال، وسلمكم الله جميعا وكل أسركم من كل مكروه ووباء وبلاء. معنا النهاردة بإذن الله تعالى مع حل الامتحان النهائي الأول من كتاب جيم للمراجعة النهائية والامتحانات. بعد ما خلصنا الامتحانات الشاملة من 9 لـ 12 هنحل ان شاء الله امتحانات نهائية على المنهج ككل يا شطار. يلا افتحوا معايا الكتاب صفحة 100 تحديدا عشان نحل مع بعض. واحدة ولا مستر ده فيها حاجات ملغية؟ لا حبيبي، انا ما بعترفش في اللغة اني لغى كذا وملغاش كذا، انا بحل اي امتحان يجي في سكتي وده النظام الجديد. يلا بينا. Choose the correct answer from A, B, C or D. تمام، اختر الإجابة الصحيحة. بنقرأ الجملة كويس جدا جدا نفهم المعنى، نستبعد الإجابات لحد ما نصل للإجابة الصحيحة كما عودتكم يا أحبائي. بيقول لي some farmers، بعض الفلاحين بريفير بيفضلوا crops المحاصيل with chemical تمام with chemical fertilizers to using organic ones. حلوة قوي قوي قوي، ركز بقى معايا كده. بعض الفلاحين بيفضلوا يرشوا المحاصيل بأسمدة كيميائية على استخدامهم للأسمدة الأورجانيك اللي هي العضوية زي ما اتفقنا. طيب هناخد مين يا شطار يا ترى؟ براينج يصلي ولا بلاينج يلعب ولا ستي يقيم ولا سبراي يرش؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى سبراينج ويز، وخدنا الفيرب سبراي ويز بمعنى بمعنى يرش بي. نطلع بقاعدة تانية اللي هي قاعدة بريفير في التفضيل، وشرحتها بالتفصيل قبل كده. بريفير يجي بعدها فيرب اي ان جي، ثم صلى رسول الله تو ثم فيرب اي ان جي بمعنى يفضل استخدام شيء او يفضل شيء على شيء. يبقى تاني بريفير تتبع بفيرب اي ان جي او اسم، ثم تو ثم فيرب اي ان جي او اسم. وصلت؟ يفضل شيء على شيء او فعل شيء على فعل شيء اخر. طيب يلا نروح لنمبر 2. The captain allowed the passengers، يعني يا شطار الكابتن سمح سمح لمين؟ للباسنجرز جو ولا تو جو؟ تو جو. يبقى احنا طلعنا بقاعدة ان allow لو جه بعدها مفعول تتبع بتو والفعل في المصدر. تاني allow مفعول تو والمصدر، حلو قوي. طب allow لو مفيش بعدها مفعول هناخد بعدها برضو يا مستر تو والمصدر؟ لا يا حبيبي، لو لقيت النقط لازقه في allow على طول من غير مفعول خد فيرب اي ان جي او جيرند. يبقى تاني allow يجي بعدها مفعول تو المصدر. طب ما فيش مفعول اختار بعدها فيرب اي ان جي. طيب يا مستر ايه الفرق بين allow وليت؟ allow يجي بعدها مفعول تو المصدر، ليت برضو بمعنى يدع او يترك او يسمح، يجي بعدها مفعول بس المصدر بدون تو. يبقى ايه الفرق بين allow مفعول وليت مفعول؟ allow مفعول تو المصدر، ليت مفعول ومصدر بدون تو. يعني لو شلنا هنا واستبدلنا allowed هنا بليت يبقى نقول let the passenger go على طول من غير تو. وصلت؟ شرح تفصيلي وعدتكم بيه وعهدت ربنا ان شاء الله ان ما اسيبش ولا كبيره ولا صغيره لما اشرحها باذن الله، وانا على العهد باذن الله تعالى. يبقى وان شاء الله باذن الرحمن قرارنا متخذه مستمر مع حبايبي في ثالثه باذن الله، وهتم كمان بسنه اولى سنه وباذن الله تعالى الفتره القادمه. ويا ريت يا حبايبي مزيد من الدعم لقناتكم دي، مش قناتي، يا ريت كل واحد فيكم يعتبر ان دي قناته، ومش هتكبر الا بيكم. خلاص شطار، يا ريت الدعم عشان الاستمرار. لكن انا الحمد لله رب العالمين سواء بدعم او بدون دعم انا عهدت ربنا سبحانه وتعالى ان تكون نمبر 1 صدقه جاريه ان شاء الله ليا في حياتي وبعد مماتي، وصدقه جاريه الكل اللي دعموها ويشتركوا فيها ان شاء الله في حياتهم وبعد مماتهم، اللي عايزين يشاركوا في الاجر. تمام، وان شاء الله مستمر سواء في دعم ما فيش، انا بعملها لوجه الله سبحانه وتعالى، فمش مستني من اي حد اي شيء، يعني عشان تبقى عارفين ده في المقام الاول، ولكن انا عايزها توصل لاكبر عدد من الناس، فلذلك بطلب الدعم من حضراتكم عشان ان شاء الله ربنا يكبر
اه تمام، اجرنا ويضاعف حسناتنا باذن الله تعالى. ذا كابتن الاود باسنجر، يبقى شرحنا دي تو جو نقط ان ذا بورت، بورت اللي هو الميناء تمام، بيفور كونتينينج اه يعني كونتينينج اه بيفور كونتينينج زير ها فواياج، قبل ان يستكملوا تمام، عارفين كونتينيو بمعنى يستكمل، اه يستكملوا رحلتهم البحريه. خد بالك بقى، سمح لهم انهم يتجهوا باتجاه الشاطئ على طول، حد الاجابه هتبقى جو اشور. خد بالك، طب كلمه شور لوحدها بمعنى شاطئ تمام، حتى لو الاي بعيد عنها معناها شاطئ، لكن الاي لازقه في الاس اتش ده حال بمعنى باتجاه الشاطئ، واحفظ التعبير على بعضه، جو اشور او وينت اشور. امال كلمه بورد، كلمه بورد دي معناها لوح خشبي او سبوره زي بلاك بورد، خد بالك اه بي او اي ار دي. امال برود دي صفه بمعنى، بمعنى اه كنت شارحهم، ايوه برافو عليكم سامعكم يا حبايبي، بمعنى عريض او واسع، والفعل منها برودن بمعنى يوسع. امال كلمه ابرود يا مستر، لو حطينا الاي بقت ابرود، لدي معناها للخارج زي ما قول احمد، ترافلد ابرود يعني سافره للخارج، عشان ما تلخبطش بينهم بس. طب يلا بينا نمبر 3. scientists are not working on new solutions، بيعملوا على حلول جديده to the problem of climate change، بيعملوا على ابتكار حلول جديده، وطبعا solution يجي بعدها حرف الجر to، solution to الفعل منها ايه، برافو عليكم سولف ممتازين، work on يعمل على تطوير او يعمل على اصلاح او تحسين تمام، او ايجاد the problem و climate change اللي هو التغير المناخي تمام. شطار، حلو قوي قوي قوي. يبقى هنقول ايه بقى، scientists are current ولا currency ولا currently ولا occurrence تمام. خد بالك الاجابه الصح هتبقى currently، برافو. العلماء يعملون حاليا، حاليا ده حال اخره الواي، انا محتاج هنا الحل لوجود الفعل ايه، work on، معالا مش معايا. طب يا مستر ليه ما خدناش current، current هنا صفة بمعنى حالي واسم بمعنى طيار زي طيار الهواء او طيار الكهربائي، currency العملة ما تمشيش، كلمة occurrence بمعنى حدوث او وقوع، ها تمام، من الverb occur بمعنى يحدث فجأة. طيب احنا عايزين حال، احنا زون العلماء بيعملوا حاليا، وعندك فيرب اي ان جي، اما ويزو ار فيرب اي ان جي ده زمن مين، المضارع المستمر، اللي من علاماته كلمه كارنتلي اللي بتساوي ناو بالظبط في المعنى بمعنى الان او حاليا. وصلت يا شباب؟ تمام، يبقى الجمله هنا محتاجه حال ادفيرب، خدنا كارنتلي يا شطار، والكارنتلي لو شفتها في بدايه الجمله وفي نصها هي علامه على زمن المضارع المستمر، ام از ار فيرب اي ان جي. When we visited the park، عندما زرنا الحديقة، we saw some trees، رأينا بعض الأشجار growing تنمو، كان أصلها which are growing والتي تنمو، حذفنا which are، حذفنا ضمير الوصل تمام شطار، خد ار واستبقينا على الفيرب اي ان جي، حذفنا ضمير الوصل في حاله المعلوم. التريكات والحاجات الجميله دي اللي بقولها على السريع هنا انا شارحها بالتفصيل في كبسولات وتريكات انجليش، وهدول ايه ده يا مستر، طيب في ناس متابعها طبعا، كتير منكم متابعينها واستفادوا، والناس اللي ما تعرفش ادخل دوس على صورتي هتلاقي قائمه تشغيل اسمها ها كبسولات انجليش في غايه الاهميه، وكمل ان شاء الله، يعني دي سلسله طويله جدا وصلت فيها للحلقه رقم 13، ممكن اوصل ل 100 و200 حلقه فيها ان شاء الله، كم رهيب من المعلومات في كل نواحي الانجليش. نمبر 4 يلا بينا، when we visited the park we saw some trees growing in strange، الله انا عايز اقول في زوايا او بزوايا مختلفه تمام. فين كلمة زوايا؟ كلمة grades بمعنى درجات، ها angels اللي اخرها ايه، angels اه دي معناها ايه، برافو عليك، ودي معناها ملاك، ملائكة، لا انا مش عايز دي. طب degrees برضو معناها درجات، خلاص شطار كده، زي درجات الحرارة كده، معلا مش معايا، او درجة علمية يعني شهادة علمية. طب امال كلمة بقى ايه، angel angels كمان مرة النطق، angels اهي دي اللي معناها زوايا. الفرق بين اللي ايه وإي إل شرحتها كتير، الإي إل بمعنى ملاك، الإي إل إيه بمعنى زاوية. يلا بينا تمام. Historians يعني المؤرخين، believe that يعتقدون أن the ancient Egyptians، يعني يا شطار خليك معايا هند، خليك معايا آية، خليك معايا آيات، منورين القناة يا شباب تمام، ها وخليك معايا محمد، خليك معايا عبد الرحمن، خليك معايا عرب سيد، منور القناة دايما والله، ما فيش فيديو إلا ما ألاقيه من السباقين بالتعليق وبالإعجاب، ربنا يبارك فيك يا ابني، أنت أحد الناس اللي بيشجعوني إن أكمل والله. يلا بينا نكمل مع بعض.
يقول لي historians المؤرخين believe that the ancient Egyptians بيعتقدوا ان المصريين القدماء maybe ربما يكونوا the first of America. الله يكونوا اول مستكشفين لامريكا. طيب كلمة مستكشف artist لا ده artist دي بمعنى فنان author بمعنى مؤلف. يلا اللي عايز يزود الحصيلة اللغوية عند حضرتك اتفضل. تمام inventors بمعنى مخترعين برافو. لكن كلمة مستكشفين اللي هي كلمة explorers. امتحانات طبعا ما تسابش 20 امتحان مش حاسبهم بإذن الله تعالى. وحطعم برضو كل امتحانين من هنا ولا حاجة نزل كمان امتحان من المعاصر في 10 امتحانات في آخر كتاب المعاصر هحلهم لحضرتكم كمان بإذن الله عشان تبقوا أكبر قناة حلت امتحانات بإذن الله تعالى بالتفصيل بإذن الله تعالى. ادعولي بس بالبركة في الوقت وفي الصحة وإن شاء الله ربنا يبارك لنا وقدر أوفق بين شغلي مع الثانوية العامة ومع حضراتكم. يلا بينا number 6 it's believed that bacteria. بس الأول إيه نوضحها لحضراتكم. خد بالك من التعبير ده it's believed that يعتقد أن جملة مبنية للمجهول لقاعدة it بعدها is لا was لا has been ثم تصريف ثالث خلاص شطار ثم ذات ثم باقي الجملة وشرحناها بالتفصيل قبل كده في المعلوم والمجهول. it's believed that bacteria يعتقد أن البكتيريا act on waste. الله تمام act on يعني ايه بتعمل على خلاص شطار بتعمل على ايه recycled waste يعني النفايات التي أعيد تدويرها أو تصنيعها. كلمة recycled بمعنى أعيد تدويره أو تصنيعه جاء منها كلمة recycling. ممكن يجيب لك مقال أركل يقول لك اكتب عن مين أو إيسي اكتب عن recycling إعادة تصنيع الأشياء يعني إزاي نصنع من الزبالة أشياء مفيدة نعيد استخدامها. طيب ولا organic طبعا organic دي اللي صح بمعنى ايه النفايات العضوية. يبقى البكتيريا بتتكون او تعمل على الorganic waste وصلت النفايات العضوية لانها بتكون طبيعية فيش مواد كيميائية في البكتيريا تشتغل. طيب طبعا كلمة modified بمعنى معدل كلمة valuable بمعنى قيم. الإجابة الصح طبعا organic waste. خد بالك waste فعل بمعنى يضيع أو يهدر waste اسم بمعنى نفايات. خلاص شطار وصلت ولا إيه وصلت مستر محمود. number 7 دعاء not me she would come to hockey practice that day. الله 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 ركز بقى معايا باشا حلو قوي. أنا عندي مي حلو صح كده ولا أنا غلطان؟ أيوة مستر محمود أيوة عندي مين عندي مي. طيب تبقى سيد حطير ولا انا غلطان في الكلام؟ طبعا سيد حطير يا مستر. ليه؟ لان سيد بيجي بعدها فاعل على طول ما بيجيش بعدها مفعول. طيب يا باشا في حاجه اسمها told to؟ لا والله ما خدنا told to خالص في اللغه الانجليزيه. طيب يا باشا طيب عندنا مين؟ عندنا told وسيز. حلو سيز زيها زي سيد لا تتبع بمفعول حلو قوي وكمان الجمله ماضي فحطير مش هتنفع. يبقى الاجابه الصح هتبقى ايه؟ الاجابه الصح ان شاء الله هتبقى told هي الاجابه الصحيحه. وصلت يا شطار؟ تمام التمام بشويش كده وخليك ايه رزين وهادي وبارد اللغه الانجليزيه. وسؤال الاختياري بالذات محتاج طالب بارد. عايز تخش كليه قمه خليك بارد يعني مش بارد كشخص بارد يعني شخصيه بارده والعياذ بالله لا بارد في الحل يعني عندك تمام تريث ما تبقاش متسرع صدقني وتفكر كويس وتاخد خبرتي اهوت خبره 18 سنه في التدريس او 19 سنه بديها وبقدمها لحضرتك على زي ما بقولوا كده طبق من فضه. يا ريت ما تهدرهاش ان شاء الله هتدعي لي اكتر واكتر باذن الله ما تحقق هدفك وتبقى من اقوى الناس ما كنتش اقواهم في اللغه الانجليزيه في مصر كلها ان شاء الله. يلا بينا نمبر 8 شي نوت فور ييرز. الله she not for years. طالما for years ديت هنشوف before she finally became a star. هي قعدت تغني لسنوات طويله قبل ما في النهايه تصبح نجمه. يبقى احنا عايزين مين؟ الله ينور عليك. اولا يا حبيبي انت عندك became ماضي يبقى انت محتاج لماضي في بدايه الجمله وعندك for ومده زمنيه يبقى هناخد مين؟ طبعا كل ده يخلينا ناخد زمن الماضي التام المستمر had been verb ing. وصلت يا شباب؟ وصلت يا مستر محمد. مش حد يقول يا مستر has been singing اقول لك غلط. لو اخر الجمله كان مثلا becomes مضارع كنا خدنا has been لكن ده اخر الجمله ماضي بسيط يبقى بدايتها ماضي تام مستمر لوجود فور ومده زمنيه يدل على طول فتره الفعل. number 9 I don't with my grandparents in Alexandria for the whole summer. الله الراجل ده الشطار اللي بيتكلم بيقول انا ساقيم وساستمر في الاقامه مع جدي وجدتي ان الكسندريه في اسكندريه فور ذا هول سمر يعني طول الصيف اللي جاي.
يبقى هناخد ويل هاف ستيد. لا يا حبيبي ده زمن اسمه المستقبل التام، لا يا كبير. ما فيش هنا باي وما يدل على مستقبل، فما ينفعش ويل هاف والتصريف الثالث للفعل. طيب استي مضارع بسيط، لا ما تنفعنيش، انا بتكلم على المستقبل. تمام يا جماعه؟ طيب فضل عندي مي هاف ستيد ويل بي ستين. طبعا الاجابه الصح زمن المستقبل المستمر، انا هكون مقيم مع مع مين؟ مع جدي وجدتي في اسكندريه طول الصيف اللي جاي. معنى كده ان الاقامه حطها له، معروف ان الفعل ستي من الافعال التي تستغرق وقت طويل، فيفضل استخدامها في الازمنه المستمره. ما فيش الا زمن مستمر واحد هنا اللي هو المستقبل المستمر، ويل بي فيرب اي ان جي. 10 بس بنحل 10، ادفع الثمن يا باشا. عارفين الثمن طبعا، ادفع الثمن. يلا نصلي على سيدنا النبي، قول صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا، واكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هيكرمكم كرم انتم مش هتتخيلوه والله العظيم، وربنا هيرفع عننا الوباء والبلاء اللي احنا فيه ده. يلا بينا. ذا دايركتوري اللي هو مين؟ دايركتور مستر بمعنى المدير او المخرج، يبقى مخرج افلام مسلسلات الهجس ده او الهجس ده. تمام. او مين اشتار؟ صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، او المدير. المدير قصد او ازد ذا ابليكانت. الله، تمام. سال المتقدم للوظيفه، ابليكانت بمعنى متقدم لمين؟ للوظيفه. الفعل منها ابلاي فور ا جوب، يعني تقدم بطلب للحصول على الوظيفه. واي فور ذا جوب؟ ما فيش مشكله خالص. اسكت فعل الكل ايه؟ فعل الكل ماضي يا مستر محمود. تمام، يبقى المفروض هختار فعل فين؟ فعل في الماضي. تعال نطير كل المضارع، يبقى هذه هي ابلايد هتطير، هي ابلايز هتطير. تمام التمام. ديد هي ابلاي هتطير مع انها ماضي. ليه؟ لان احنا محتاجين بعد الرابط زي ما بعيد وازيد. الرابط هنا مين يا حبايب قلبي؟ حبايب مصر. الرابط هنا واي. برافو عليكم، اهي واي. وموجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. محتاجين بعد الرابط جملة خبرية، يعني فاعل وفعل. هل ديد هي جملة خبرية؟ لا يا عم، ده شكل سؤال. ده فعل ثم فاعل، احنا عايزين فاعل ثم فعل في الماضي، بناخد هي هاد ابلايد فاعل ثم فعل في زمن مين؟ في زمن الماضي التام. في زمن مين يا شطار؟ في زمن الماضي التام. يبقى الإجابة الصح هتبقى ايه؟ هبقى له مستر هي هاد ابلايد. هي هاد ابلايد هي الإجابة الصحيحة. يلا بينا نكمل. Number 11. There are no simple solution. لسه واخدينها من شوية يا شطار. كلمة solution يجي بعدها ايه؟ مفيش حلول بسيطة لمشكلة التلوث. يبقى solution 2 من غير ايه؟ ما تفكر كتير. solution 2 يعني حل لي. تمام. الفيرب منه زي ما قلنا solve. فكنا ما قلنا solve a problem يعني حل ايه؟ مشكلة. Number 12. If babies are hungry، يعني لو الأطفال الصغيرين تمام الرضع are hungry جعانين، زي نقط. الله، حلو قوي قوي. دي الحالة الكام من اف؟ اف مضارع بسيط، مضارع بسيط. ده الحالة الكام؟ الحالة الصفرية، الحالة اللي بتدل على الحقائق. يبقى هناخد مين؟ كراي مضارع بسيط، ار مضارع بسيط كراي، لان دي حقيقة. لو العيال الصغيرة بتكون جعانة بيصرخوا، لان دي طريقة التعبير الوحيدة عن الجوع. يبقى مضارع بسيط، مضارع بسيط الزيرو كونديشنال، الحالة الصفرية. ارجع لحالات اف شارحها باستفاضة، وحضراتكم يعني اتبسطتوا جدا وفرحتوا جدا بطريقة الشرح اللي انا شرحت بيها حالات اف. الحمد لله الناس كتير ما كانتش فاهماها، بفضل الرحمن خلصنا عليها بكل تركاتها بكل حركاتها بفضل الله سبحانه وتعالى عليكم اولا واخيرا. يلا بينا نكمل. طيب you dots arrive on time for lessons. واحد قبل كده واحده سالتنا قالت لي ايه الفرق بين مستر اون تايم وان تايم؟ اقول لحضرتك اون تايم يعني في الوقت بالظبط، يعني انت هتقابل صاحبك بكره الساعه واحدة فتقول له ان شاء الله جاي لك في الوقت الساعه واحدة بالملي بالظبط، اون تايم. لكن لو هتقول له لا ده انا مش هاجي لك اون تايم، ده انا هاجي لك قبل الوقت كمان، يبقى ان تايم. يبقى ايه الفرق بين اون تايم وان تايم؟ اون تايم في الوقت بالظبط، لكن ان تايم قبل الوقت. يو نوت ارايف اون تايم for lessons. It's important not to be late. من الهام ألا تتأخر. حلو أوي أوي أوي. يلا نحل مع بعض. You can't arrive on time. تمام. ولا أنت لا تستطيع أو ممنوع تأتي في الوقت المحدد بالضبط عشان الدرس، لأنه من المهم ألا تتأخر. ده can't ونيد أن تطيره وماص. انت كمان معنى هنا عايز معنى مين؟ عايز معنى الاثبات، وعايزين ضروره. يبقى ناخد مين؟ ماست يا شطار. يبقى يو ماست ارايف اون تايم، يجب ان تاتي في الوقت بالظبط، وقت الدرس بالظبط، لانه من الهام الا تتاخر. نوت تو بي، الا تكون متاخرا او الا تتاخر. يبقى الاجابه ماست للضروره في حاله الاثبات. نمبر 14.
طبعا هتقول يا مستر الضروره عدم الضروره ملغيه علينا يا عم الحاج، اقسم بالله ما في حاجه اسمها ملغيه في الجرامر ولا ملغيه في الكلمات، دي لغه يا جماعه، دي لغه يا شباب، مش هقول اكتر من كده. تمام 14 زي دو نوت الاو شرحتها من شويه، هل الاو جه بعدها مفعول ولا جه بعدها نقط هنا؟ لو جه بعدها مفعول كنا خدنا تو المصدر اللي هي تو سموك، لكن ده النقط لازقه ايه؟ لازقه فيها مباشره، يبقى ناخد فيرب اي ان جي ودي شرحتها، يبقى اذا لم تتبع الاو بمفعول ناخد فيرب اي ان جي، طب لو جه بعدها مفعول ناخد بعدها تو والفعل فين؟ في المصدر، زي الفل ولا ايه؟ زي الفل يا مستر محمود، نكمل مع بعض شطار. نكمل مع بعض شطار. الجمله رقم كام؟ 15، بسم الله. يقول لي في 15 she not us she not us not to miss the last train ها whom that night. حلو قوي قوي، تمام تمام، يلا بينا يلا بينا. دي جملة غير مباشر في ها الجملة الأمرية، صح ولا لا؟ لأن نوت تو الفعل في المصدر، جملة أمرية منفية، صح ولا غلطان؟ صح يا مستر محمود، صح ولا إيه؟ يبقى جملة غير مباشر في جملة أمرية. طيب هي تذكرتنا ألا مز لاست ترين، ألا نفقد القطار الأخير في هذه في تلك الليلة، ولا ادفايزد نصحتنا، ولا انكارجد نصح ها شجعتنا، ولا اوفرد اصلا. طبعا الإجابة يا جماعة نصحتنا، ده حاجة معروفة، نصحتنا ألا ها يفوتنا القطار الأخير في تلك الليلة. يبقى طبعا أفضل إجابة هنا هناخد مين يا حبايبي؟ ادفايزد، برافو عليكم، لأن ريمبر دي معنى مش ماشية، ده يتذكر من تلقاء نفسه. هي شجعتنا الا نفقد القطار، ايه شجعتنا ديت؟ هل نصحتنا ولا شجعتنا؟ لا طبعا نصحتنا، اوفر عرضت علينا الا نفقد، مش ماشيه خالص. احنا بنختار هنا فعل قول يناسب المعنى، افضل معنى هنا مين يا شطار؟ ادفايز، دي الاجابه الصحيحه. 16 والاخيره في الاختياري ذا تشايلد، ما اسمهاش تشيلد، مش حاجه اسمها تشيلد، ذا تشايلد دينايت. حلو قوي، الفعل ديناي بمعنى ينكر، من الافعال التي تتبع بفيرب اي ان جي، ها ودي طبعا مراجعه على الوحده 13 اللي موجود عليك في المنهج يا شطار، تمام؟ يعني ديت من المقرره مش من الملغيه، ولكن انا زي ما قلت لكم انا مش فارق معايا ملغي ولا مقرر، انا هشرح كل حاجه ما تمام تيجي قدامي باذن الله تعالى. ده طالب عايز يبقى عملاق انجلش، هو ده مش يا مستر انت بتشرح حاجه بره، مش ايه، ما فيش حاجه اسمها في اللغه علينا ومش علينا، كله علينا. يبقى ذا تشايلد دينايد، الفعل ديناي ينكر، يتبع بفيرب اي ان جي، يبقى هنقول ايه؟ دينايد ستيلينج، يبقى ديناي تتبع بايه؟ بفيرب اي ان جي. بقول ذا تشايلد دينايد ستيلز ولا دينايد ستيلينج يا شطار؟ طبعا ديناي ينكر تتبع بفيرب اي ان جي، تمام تمام التمام. يبقى احفظ معايا ان ديناي تتبع بفيرب اي ان جي بمعنى ينكر. يلا بينا نحل مع بعض سؤال الباسج، بس تصلوا على سيدكم النبي. طبعا يا حبايبي بتتكلم عن الاعلام، خلاص الاعلام جمع علم. يلا على طول اديكم اجابات الاختياري كما عودتكم يا شطار. بيقول لي هاو ميني فلاجز، هاو ميني فلاجز، تمام ركز معايا، كم عدد الاعلام دو موست شيبس فلاي. انا بتكلم طبعا عن الناس هتقرا الكلام ده او قريته وبتحل معايا، كم عدد الاعلام اللي السفن ممكن ترفعها، فلاي هنا تطيرها مع ترفعها، تمام او تحملها. طبعا الاجابه بعد ما تقرا هتعرف ان هم تو علم، علم دولة السفينة وعلم الدولة المتجهة ليها السفينة، وصلت تمام، يبقى اتنين، اما تقرا ان شاء الله هتعرف ان هم اتنين. ذا اولمبيك فلاج، اولمبيكس فلاج يعني علم الالعاب الاولمبية، هاز في كام حلقة، موجود فيه ايه؟ ها 5 رينجز ولا 5 كونتريز ولا 5 كولرز ولا بوث اي اند بي ار كوريكت. صلى على رسول الله، قولوا صلى الله عليه وسلم، تمام يا شطار. العالم الاولمبي بيحتوي على 5 حلقات، تمام، ولا 5 الوان، ولا ها 5 كونتريز 5 دول، ولا بوث اي اند بي ار كوريكت. ايه رايكم يا شطار؟ هنشوف مع بعض، تمام. طبعا الاجابه حبيب قلبي هتبقى بوث اي اند بي ار كوريكت، يعني بيحتوي على 5 حلقات وخمس الوان تشير للخمس قارات، بعد ما رجعنا للباسج. طيب another way to say represents، عايزين كلمه بتساوي كلمه represents، تمام يا شطار. يعني ممكن نشيل represents ونحط مين من الكلمات دي تساويها او الافعال دي تساويها؟ flies ها يطير، تمام، او يرفع علم، work on يعمل على، visits يزور، ولا stand for، stand for طبعا بمعنى يشير او يمثل، زي كلمه represent بمعنى يشير، الاثنين بمعنى يشير او يمثل شيء، تمام. يبقى stand for.
طيب 20 continents are يعني القارات عبارة عن countries يعني دول ولا kinds of games أنواع من الألعاب ولا large pieces of land يعني أجزاء كبيرة من اليابس ولا pictures cut in wood ولا صور منحوتة على الخشب. طبعا الإجابة large pieces of land يعني أجزاء كبيرة من اليابسة بتحتوي على أكثر من دولة. في مشكلة بالنسبة لنا؟ مفيش أي مشاكل يا مستر محمود. طبعا الباقيين سهلين جدا، حضرتك تطلع إجابتهم. تمام، تعال نروح بقى لحل مين؟ لحل الترجمة. Translate into Arabic. Summer camps should be organized for children and teenagers. يا سلام، يلا بنا نترجم بقى بعض. ها نترجم الجملة دي ونقول ايه؟ يجب يلا الناس اللي بتكتب معايا، يجب ان تنظم المعسكرات الصيفية للأطفال والمراهقين. يبقى summer camps الى المعسكرات الصيفية، يبقى هو should be organized يجب ان تنظم، جمله مبنيه للمجهول، should be تصريف ثالث. يبقى نقول بقى يجب، واحنا قلنا ما نترجم من انجليزي العربي يفضل البدء بالفعل، بالفعل، واما نترجم من عربي الانجليزي نبدا بالفاعل. ارجع لحلقه ازاي تبقى عملاق ترجمه في قائمه تشغيل سكيلز، هتطلع عملاق ترجمه فعلا زي ما زميلكم معلقين. يلا بينا، يبقى هنقول يجب أن تنظم يجب أن تنظم المعسكرات الصيفية للأطفال، طبعا children and teenagers. teenagers اللي هم مين؟ المراهقين. these can help them get used to teamwork. تمام، فقد تساعدهم. تمام، these can help them، فقد تساعدهم، تساعدهم اللي هي المعسكرات يعني، فقد تساعدهم ها get them used to teamwork أن يتعودوا على العمل الجماعي، فقد تساعدهم على التعود على العمل الجماعي. طبعا كلمة get used to يتعود على، تمام شطار، حلو قوي، فقد تساعدهم على التعود على العمل الجماعي. discipline، discipline يعني الانضباط أو النظام، and cooperation والتعاون. نقولها على بعض بقى، يبقى يجب أن تنظم ها المعسكرات الصيفية للأطفال والمراهقين، تمام شطار، فقد تساعدهم على التعود على العمل الجماعي اللي هو تيم ورك، ممكن يجي لنا اساي اهميه العمل الجماعي. ديسيبلين يعني الانضباط او النظام، اند كوبريشن، كوبريشن طبعا اللي هو التعاون. خلصنا من ترجمه من انجليزي العربي، يلا نروح بقى للسؤال رقم 26، ترانسليت انتو انجلش، ترجم من عربي لانجليزي. يلا بينا، يلا شطار نكتب كده مع بعض، يلا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهم ما فيها ان احنا ايه يا شطار نفهم الجمله في البدايه وما نترجمش حرفي. يلا، من الضروري ان نزيد الانتاج، يبقى اتس طبعا هتحط بقى انت الايه الابوستروفي. واحد سامع بقول له مستر الاخضر مش باين. حاضر يا عم، سامعك، هغير اهو بالراحه شويه علينا في. طيب يلا بينا، يبقى نقول ايه بقى؟ يلا حبايبي، اتس نيسيساري. فاكرين طبعا كلمه ايه نيسيساري يعني ايه؟ ها من الضروري، it's necessary او it's important. لقيت نفسك هتلخبط في الكتابة، it's important مفيش مشكلة، it's essential كل ده صح، it's important او it's necessary to increase production، to increase يا راحت فين، تعالي هنا، تمام، necessary to increase production. production اللي هو مين؟ ايوه الانتاج، to increase ها production، and encourage، and encourage تمام، and encourage ننزل بقى تحت، تمام اهوت، and encourage ونشجع، نشجع مين ها؟ نشجع مين؟ investment، تمام، in invest منت اللي هو مين يا شباب؟ investment اللي هو الاستثمار، برافو عليكم، من الفيرب invest يستثمر، فين؟ استثمار فين؟ in Egypt، تمام، ترجمه كتير يا حباب قلبي عشان ربنا يصل لكم اموركم، in ايه؟ in Egypt، طبعا الحرف الاول لازم يكون مين؟ capital، هنحذفها ونكتبها تاني، اهتم بعلامات الترقيم في كل حاجه، in ايه؟ Egypt، كده زي الفل، in Egypt as they are as لأن بتساوي because as they are تمام اللي هو الانتاج والاستثمار لأنهم يكونوا as they are the most important factors the most important
important factors يعني factors حبايبي اللي هو مستر factors يعني عوامل. كلمه جديده، كلمه factors are the most important factors، وار بتعود على مين؟ الانتاج والاستثمار. لازم يكون في تناسب بين الفعل وايه والفاعل. تمام تمام. they are the most important factors that drive، والتي تقود. درايف، درايف يا حبيبي مش يقود سيارة بس، معناها كمان يقود عجلة الإنتاج، يقود التقدم. فهمتم؟ ذات درايف، درايف ايكونوميك، ايكونوميك. وأنا متأكد إن في ناس حلتها، وفي ناس بسم الله ما شاء الله عليهم ها حلوا الكلام ده وبيحلوا معايا دلوقتي وشغالين، ربنا يكرمكم جميعا. ها ذات درايف ايكونوميك، ذات درايف ايكونوميك بروجرس، ايكونوميك بروجرس. تمام يلا بينا نكمل. economic progress in any developing country، in any in any developing in any developing developing country يعني في اي دولة نامية. وصلت؟ طب احنا عارفين الدول ايه نوعين صح يا شطار، اما دول developed الاخيرها دي بمعنى دول متقدمه، واما developing ها developing countries يعني دول ايه ناميه. وصلت يا حبايبي كده؟ وصلت يا مستر محمود. الى هنا يكون انتهينا من حل الامتحان النهائي الاول من كتاب جيم للمراجعه النهائيه والامتحانات ترم تاني الصف الثاني الثانوي. ان شاء الله القاكم في المحاضرة القادمة مع الامتحان النهائي الثاني، وده واجب على حضراتكم شطار. ياريت الناس كلها بقى ان شاء الله بإذن الله تعالى تحلهولي اهو، تيست 2 نهائي على المنهج ككل. تمام، في افكار كويسة مش هنضيع الامتحانات ديت، تحديدا صفحة 103. يبقى الواجب اللي عليكم ان شاء الله، وانا هنزل الحل بتاعه بعد بكرة ان شاء الله على يوم الثلاث بإذن الله. ربنا يدينا العمر بإذن الله تعالى تكونوا حلتوه وحلتوه كامل عشان اراجعوا مع حضراتكم. ودايما بفكر حضراتكم في اخر كل فيديو بدعم القناة، لو حضرتك جديد يدعمنا بالاشتراك، الاعجاب يا شباب، اللي محطش اعجاب دلوقتي يتفضل، لو عجبوا المجهود ومقدر المجهود اللي المستر محمود حسنين بيبذله يتفضل ها يتفضل دلوقتي يعمل اعجاب ويعلق، وكمان يساعدنا ويدعمنا نشير على اوسع نطاق عشان غيرنا يستفيد ويوصل الفيديو لغيرنا فيستفيد، ويدعلنا بظهر الغيب وناخد اجر الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.